مرحبا واهلا وسهلا بكم، و حللتم اهلا ونزلتم سهلا في لقائنا هذا، لقاء خاص على قناة صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف، واليوم كالعادة اختار اصدقاء واحبة لكي احاورهم، لاتكلم معهم، لاناقشهم في بعض الامور، لأتفاهم وأتعلم منهم الكثير، كم تعلمت في الآونة الأخيرة من أحبائي وأصدقائي الذين هم أصغر مني سناً، الشباب العربي الذي يعطيني في كل حلقة أستضيف بها شخصاً منهم الأمل أن شبابنا سيقود المستقبل لهذه الأمة. نعم، هناك الكثير الذي تعلمته من أولئك الشباب، سواء بالشعر، باللغة، بالثقافة، بالأدب، بالفن، بالغناء. اليوم سيكون معي ضيف استثنائي، ضيف دمج اللغة العربية باللغة الإنجليزية والفرنسية، تحدث عن مواضيع كثيرة، له إلمام موسوعي بالأدب العربي، وله إلمام موسوعي بالحديث، وهناك القصص النبوية وقصص السيرة وقصص العظماء. قارئ منهم، نتعرف عليه اليوم، ومعنا اليوم رحلة إلى المغرب العربي. رحبوا معي بصديقنا العزيز عثمان المهدل. أهلا وسهلا فيك يا عثمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عثمان، أول شيء سنسألك سؤال بسيط، عمرك والمدينة التي تسكنها في المغرب؟ عمري 11 سنة في إقليم صفرو في المغرب، الواقعة في أقصى شمال إفريقيا. وأسلم على الجميع، وتحياتي لكل المتابعين والأحباء الذين يشاهدوننا الآن. هل يمكن أن تحدثني عن المدينة في البداية؟ بماذا تشتهر هذه المدينة؟ هل هي مدينة صغيرة، كبيرة؟ كم عدد سكانها؟ إذا تستطيع أن تعرف، هل هناك أماكن سياحية مشهورة؟ المغرب مشهور بالسياحة، لو تحدثنا بعض الشيء عن مدينتك. والله لو بدأت ما حنتهي إلا بكلام كثير عن هذه المدينة. من أهم الوقائع فيها أن أحداث كثيرة مغربية حصلت هنا من الأماكن السياحية، لأننا مدينة هنا مطلة على جبال كثيرة، وهذا المناخ نادر في البلدان العربية، في المغرب، الجزائر، سوريا، العراق، فلسطين. فنحن المغاربة كما يشتهر علينا بالكرم والجود والكثير من التحلي بالصبر عند الشدائد، هذه المدينة متوسطة عدد السكان، ليست كثيرة ولا صغيرة، ليست مكتظة في الآونة الأخيرة بسبب كورونا، الله يبعد عنا وعنكم. آمين. والناس هنا يعيشون الحياة القروية مع الحياة المدنية، فولدت في وسط متشبع بالقروية، لكن الآن أنا في وسط رباط الخير الذي نسميه نحن الفيلاج، حيث أن المدينة مقسمة. المدينة غير بعيدة عن صفرو، لذا لقبت بإقليم صفرو. تشتهر منطقة صفرو بجبالها الكثيفة والكبيرة والعالية، وفي صفرو أهم شيء عندهم هي الفاكهة، فمثلا الكرز، التفاح، الموز. نحن المغاربة لن نشتهر فقط بالطعام، حتى بالتراث. مع أن الإسلام أتى متأخر، لكن قدر الله أن تأتي
إلينا الدولة الأموية وتحررنا من الجاهلية إلى الإسلام، والآن أسسنا دولا كثيرة كالموحدين والإدريسيين وغيرهم، والآن تحكمنا العلوية. اللهم ينصرهم. اللهم انصر الجميع إن شاء الله. طيب حدثني عن نفسك، أنت في أي صف دراسي تدرس الآن؟ اسم المدرسة؟ حدثني عن مدرستك بشكل عام. من الأول ابتدائي حتى الخامس ابتدائي كنت مرتادا المدينة مدرسة الإمام مسلم عفوا، لكن في هذه السنة انتقلت إلى مدرسة تدعى بالمسيرة الخضراء. أدرس الآن في السادس ابتدائي. مدرستي القديمة لدي معها ذكريات أكثر من الجديدة. طب حدثني أكثر عن هواياتك، الآن سنتكلم عن الهوايات، لو تحدثني عن هذه الهوايات، أهم الهوايات التي تقوم بها يومياً أو شبه يومياً. من هواياتي المطالعة، الرسم، رياضة الكاراتيه وغير ذلك. المطالعة، سنبدأ بهم واحدة واحدة، المطالعة والرسم ورياضة الكاراتيه. سنبدأ بالمطالعة، ماذا تحب أن تقرأ ولمن؟ من كتابي المفضلين الجاحظ، ثناء علي الحركة، وهي ليست مغربية لكن هي لبنانية وتعجبني مؤلفاتها، لينا دسوقي، ولأنها محبوبة لي بسبب أن لي أختا باسمها، لذا هي من كتابي المفضلين. من المجال الذي أحب أن أقرأه فمن الكتب الأدبية ثم العلمية ثم الإسلامية والتاريخية وغير ذلك وما يحتوي عليها. لديك موهبة مهمة جدا، أنت لا تقرأ فقط بل تحفظ ما تقرأ، وتقوم في بعض المقاطع الفيديو، أنا وجدت لك بعض المقاطع التي تتكلم فيها مع الجمهور لتقول لهم بعض الطرف أو النوادر التي حصلت في التاريخ العربي، من أين جاءت هذه الهواية أيضا؟ من حيث أتى محتوى قناتي، فأنا لم أضع في قناتي أي طرف، لكن وضعت في الفيديو التعريفي على لي صفحتان في اليوتيوب وفي فيسبوك. صفحتي في اليوتيوب أشترك مع الجميع ما في جعبتي من قصص، أما في الفيسبوك فمن عام 2017 إلى الآن أنشر بعض الطرائف والنوادر التي حصلت بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة. بعض المرات كنت أتحدث عن شعراء كالفرزدق، كأبي نواس، كالمتنبي، وكانت طرائف قصيرة أضعها في صفحتي المدينة فضاء أهرمه. ما شاء الله، لمن طبعا يكن يعرف أنا أدعو الجميع إلى متابعة صديقنا عثمان على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وعمل سبسكرايب كدعم لقناته وتشجيعه، وإذا وجدتم أنه في محتوى شيء جميل الرجاء وضع لايك لفيديوهاته ومساعدته، لأنه الشباب الواعد يريد دعم منا نحن يعني جميعا. عثمان، أريد أن أسمع منك بعض الشيء من مما تقوله في فيديوهاتك، لو تحدثنا عن طرفة أو شيء تجعلنا نبتعد عن الضغط الذي يحدث علينا يوميا، حدثنا عن أحد هذه الطرف التي حصلت في الأدب العربي مثلا. يقول المتنبي أن شخصا أتى إليه وقال فلان يهجوك، فقال المتنبي له إنما هذا صعلوك يريد أن أرد عليه فيدخل التاريخ.
شيء ذكي ذكي. لك طريفة عن سيبويه، لو هل تذكرها؟ تلك قديمة، كنت أصور آنذاك تلك الطرفة في عام 2017 وأنا ذاهب إلى المدرسة، وأنا لست في رحلة آنذاك، فسأخبركم بالطرفة. تفضل. كان سيبويه وهو من أشهر علماء اللغة والنحو في عصره فارسيا، أي لم يولد من بطن العرب. فأتاه أعرابي يوما إلى منزله ودق الباب، فافتحت جاريته فقال لها: أين سيدك؟ قالت له: إن سيدي قد فاء إلى الفيافي ليفيء لنا بفيء، فإذا فاء الفيء فاء سيدي. والأعرابي صامت ملقي بفكه، فقال: إن كان هذا رد الجارية فما هو رد سيدها؟ لو تعيد لنا الشعر الذي قالت له، ليس شعرا، بل الجملة. في اللغة العربية هناك كلمات تكون بنفس النطق ونفس الحروف نعم، لكن معناها مختلف. معنى ما قالت: إن سيدي قد خرج إلى الصحارى وهي الفيافي ليصطاد لنا، فإذا غربت الشمس عاد سيدي. يا الله. أنا أصبحت يعني أشعر بالندم أني لم أقرأ لهذه القصة قبل ذلك. رائعة، قصة جميلة جدا جدا جدا. يعني فعلا اللغة العربية لغة عميقة، وأنت تعلمنا. أنا قلت لكم يا أخي، في كل لقاء أتعلم من هؤلاء الشباب، أتعلم من قدراتهم. أبدعتم، أدامكم الله عزا لهذه الأمة وذخرا لها. الآن سأسألك عن الكاراتيه شوي، وبعدين سنعود إلى الإلقاء. ماذا تتعلم في الكاراتيه وأين بدأت؟ في هذا الصيف، أي صيف 2021، تعرفت على مدرب أبي في الكاراتيه واسمه عبد الله الصافي، فتعرفت على ابنه وفجأة تصاحبنا، حتى أننا أصحاب في المدرسة ونجلس بجانب بعضنا. فلذا من كثرة القرابة فكر أبي أن يجعلني أتتلمذ، وكانت ليست هذه الفكرة لم تكن جديدة عليه، لا كانت قديمة. فأدخلني، والأغرب أن صديقي الذي يساويني في العمر، عمرنا 11 سنة، لديه الحزام الأسود الشرفي. يا الله، كنت أحسده. بدأت أتعلم وأتتلمذ طوال الصيف. مع بداية المدرسة بدأت الحصص تقل، لأن الأيام التي نقوم بالتمرين فيها اثنان منها، وهما الثلاثاء والخميس، ندرس فيهما المساء، أما السبت فندرس فيه فقط الصباح. لذا كانت مشكلة إما أن نأتي متأخرين في الحصة وهكذا. لكن في يوم مرضت فلم أذهب، بعد ذلك لم أعد أذهب، فقط لأن المرض أولا أتى علي. فلما شفيت بالصدفة بدأت الفروض تتوالى، وبدأ الوقت يقل للذهاب. ومع أن الطريق من هنا، من بيت عمتي لأني أسكن عندها، حتى المدرسة دقيقتان، لكن المدينة مشهورة بالانحدارات، لذا كنت أتعب فلا أستطيع أن أذهب للنادي. طيب عثمان، لو تحدثني، من الذي يدعمك في هواياتك؟ هل هناك
أشخاص في العائلة يشجعوك على هذه الهوايات؟ هل هناك المدرسة؟ هل هناك مؤسسة أكاديمية أو مؤسسة ثقافية تساعدك؟ أنا من الذين يدعموني أبي أكيد وأمي، أولاد. وعندما كنت بعمر 3 سنوات كنت أغار، الله أعلم لماذا، نسيت السبب، من أبناء عمومتي الذين كانوا يذهبون إلى المدرسة وأنا أبقى وحيدا. فكرت أن المدرسة شيء رائع، وكان كذلك سبب فصاحة اللغة العربية عندي هي قراءة الكتب بعد تعلم القراءة والكتابة بسهولة، حيث أمي حفظها الله آمين. كانت قبل أن أدخل إلى المدرسة كانت تعلمني الحروف وكيفية نطقها وهكذا، إني مدين لها. ونحن أيضا مديونين لها ولوالدك اللذان يعني كلاهما يعني ما شاء الله أبدع في تربيتك. أدام الله لك العز واللغة والثقافة وأدامهما لك إن شاء الله. سيدي عثمان، سي عثمان، إحنا بنحكي سي عثمان صحيح؟ يسموني هكذا. أيوه سي عثمان. الآن هل شاركت في مسابقات في المغرب أو في المدرسة أو على مستوى أكبر عالمي بالإلقاء والشعر؟ هذه الأيام شاركت في تحدي لحفظ 20 بيتا من بردة محمد بن سعد البوصري، وبردة البوصري ليست بردة الكعب التي يظن، الله يهدي، بعض المغاربة يظنون أنها بردة كعب. ومن مسابقاتي عالميا، ليس عالميا العالم كله، لا فقط العالم العربي، مثل مسابقة تحدي القراءة العربي حيث شاركت فيها مرتين، لكن كانت الأقدار ألا أتقدم في المرة الأولى، ولأن الضغوطات في السنة الرابعة ابتدائي والتي شاركت فيها المرة الثانية كانت كثيرة، فأقصيت نفسي. كان تسمعنا بعضا من البردة، مع أني أنا حزين أنك أقصيت نفسك من المسابقة، لأنك فعلا تستحق أن تصل إلى النهائيات، ولكن إن شاء الله في المرات القادمة. اسمعنا بعضا من البردة. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الأمير الناهي، فلا أحد أبر في قول منه لنعمي، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله في المستمسكون به، مستمسكون بحبل غير منفصم، فقى النبيين في خلق وفي خلق، يدانه في علم ولا كرم، الله، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر او رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم او من شكلة الحكام. هل حاولت كتابة الشعر؟ يعني أنت تلقي الشعر، أنا أرى أنه في الإلقاء بدك يريد تدير تدريبا، أم أنت تحتاج إلى السرعة الآن لأن اللقاء مثلا وقته يداهمنا، ولكن هل حاولت كتابة الشعر؟ لم أجرب الشعر، مع أني عرفت من الخنساء إلى المتنبي أشعارهم. ولكن لم أما تكتب الشعر. لم أكتبها، فكما ظننت تحتاج إلى سنين طويلة لمعرفة الكلمات المناسبة للشعر. ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ ما هي مهنة المستقبل التي تطمح إليها؟ هنا في المغرب إذا أردت أي خدمة أو عمل للوطن
وتحتاج أن توافقك الدولة وتعمل لها، أي تنفق لك. تحتاج أن تتلمذ المواد العلمية باللغة الفرنسية، لأن الاستعمار الفرنسي أتى على وسط المغرب، والإسباني أتى على الشمال والجنوب. لهذا هل تتحدث الفرنسية أم لا؟ ليس كثيرا، أفهمها بعض المرات ومرات لا. ما هي اللغة الثانية التي تتعلمها في المدرسة؟ فقط هي والفرنسية، وفي لكن مدرستي يدرسون من الأول إلى الخامس اللغة الأمازيغية، وهي لغة كانت للشعوب الأولى في المغرب. لكني سمعت لك في أحد الفيديوهات تكلمت عن الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة الإنجليزية، وأنت ما شاء الله تتقنها، من أين تعلمت اللغة الإنجليزية؟ That's from the before 2 years، قبل سنتين. وأنذاك كان 29 من ديسمبر، أو كانون الأول، أو دجنبر كما يسميه أغلبية المغاربة. كنت جالسا في دكان أبي، أبحث في الهاتف عن شيء يمتعني في اليوتيوب. لا عندي شيء أفكر، هل أقول في نفسي هل رأيت كل قصة نبوية أو إسلامية؟ حتى أتتني فكرة من 7 سنوات، أي وعمري 7 سنوات، كنت دائما أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية، لكن لم أستطع. آنذاك خطرت لي فكرة، ذهبت وفكرت أن أجرب ما كنت أسمعه باللغة الإنجليزية، فبقيت سنة كاملة لا أفقه شيئا. كانت هناك قناة رسوم متحركة كنت أتابعها، ورسومها الأصلية ليست عربية بل إنجليزية. وآنذاك أي كتابة تظهر كانوا يقولون معناها. لذا بقيت عاما كاملا أبحث في جوجل، أرى القواميس وغير ذلك، إلى أن أخيرا يوما دخلت إلى فيديو وكان اسمه عائشة بليس بي الله أتشير سكاندل، أي فتنة عائشة، يعني ما حصل لعائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. سمعته وفجأة شعرت بشيء ما، شعرت أنني فهمت كل ما يقولونه. وهكذا تعلمتها. And now it's good. Wish you all the best. Wish you all the best. إن شاء الله. عثمان، أريد أن أسألك بعض الكلمات وأن تجيبها لي بصراحة. ماذا تعني لك هذه الكلمات؟ ليس معناها الكبير، ولكن ماذا تعني لك؟ يعني عندما أقول لك مثلا الأم تقول معشوقتي أو وردتي، ماذا تمثل لك هذه الكلمة؟ المغرب. بلاد من بلدان العربية التي أعزها الله بالإسلام. فلسطين. دولة الأنبياء المشهورة بمعالمها، واللهم انصر أهلها. آمين. الكتاب. رفيق مع أنه فقط ورق وجلد، وأنيس الأب. وممتع وصاحب. الأب. الوالد. رفيق دائم للابن وقدوة له ومساند. الأم. الأم مربية الطفل قبل المدرسة، ومعلمته الأولى، ومحبته ومعزته. المدرسة.
صحة العلم التي لا تخلو إلا بتلاميذ معلمين مدرسين. الشعر كلمات بقافية تعبر عن رثاء كما للخنساء، وتعبر عن هجاء كما للفرزدق وجرير. يا الله. في نهاية هذا اللقاء أريد أن أسمع منك شيء حتى ننهي به للجميع، ولكن في البداية أريد أن وسأعطيك كلمة تقولها إذا تريد أن توجه شكر. أشكر جميع من دعم عثمان، وأطلب من الجميع دعم عثمان اليوم، الذهاب إلى الفيسبوك ودعمه وعمل له فولو، وذهاب إلى اليوتيوب ودعمه أيضا، لكي يبقى عثمان والشباب مثل عثمان دائما متمسكين بلغتنا العربية التي سيصعد بها إلى أعالي العلم والثقافة إن شاء الله رب العالمين. عثمان، سأعطيك المايك لتعطينا آخر جملة أو آخر شكر لك، وتنهي لقاءنا بقصيدة من اختيارك. آخر ما أقوله، شكرا للمتابعين الذين حضروا هذا اللقاء، وأيضا اسم القناة لمن طلب. سأخبر السيد أن يعطيكم اسم القناة، وهكذا إذا أردتم أن تشتركوا اشتركوا. ممكن تقول الاسم على المباشر. عثمان اي ال. أوكي، سأبحث عنه. تفضل. بحرف الاي وليس الاي. تفضل يا عثمان. أشكر الجميع الأعزاء والأحباء كلهم الذين حضروا هذا اللقاء، وأشكر قناة كنارة التي استضافتني، وإني أحب الجميع من حضر هذا اللقاء، كبيرهم وصغيرهم. أشكرهم لصبرهم علينا كل هذه المدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نحبك بالله. هل تنهي قصيدتك أو لقاءنا بطرفة أو قصيدة لك ذلك؟ حسنا، بالطرفة. كان هارون الرشيد قد دعا أبا نواس، وكان أبو نواس جلس إلى جانب هارون الرشيد يمدحه، فدخلت جارية شديدة الجمال فشغل بها هارون الرشيد، فغضب أبو نواس قام بكتابة أبيات شعر بالطباشير، وإحداها ضاع شعري سبا تلك الجارية. فلما عرف هارون الرشيد أتى ليرى الكتابة، فلما خاف أبو نواس مسح الجزء السفلي من حرف العين ومحى كل ما سب به الجارية، فصارت ضاء شعري. فظنها هارون الرشيد إشاعة. وهكذا أختم لكم هذا اللقاء. أبدعت مع ما شاء الله، السلامة. بارك الله فيك، ونشكر جميع من كان معنا، نشكر والديك وندعو لهما بالمغفرة والرحمة، وإن شاء الله أن تكون من الذرية الصالحة يا رب. بارك الله فيك وفيهما، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.